رحيل الفنان حسن حسني عن عمر ناهز 89 عاما وشقيقته تكشف كواليس اللحظات الأخيرة. كشفت شقيقة الفنان حسن حسني كواليس الساعات الأخيرة في حياة شقيقه الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم. قالت شقيقة حسن حسني أنه تعرض لوعكة صحية مفاجئة دخل إثرها مستشفى دار الفؤاد. قرر الفريق الطبي إجراء عملية قسطرة في القلب، موضحة أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إجراء العملية بخمس ساعات فقط. كانت فاطمة حسن حسني ابنة الفنان حسن حسني أصيبت بحالة انهيار شديد هي وزوجته خلال مراسم دفن والدها قبل قليل في مقابر العائلة بطريق الفيوم، حيث خرجت الجنازة من مسجد مستشفى دار الفؤاد. حرص الفنان سعد الصغير ومنير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية على التواجد بمستشفى دار الفؤاد صباح اليوم لتوديع الفنان حسن حسني إلى مثواه الأخير. يذكر أن حسن حسني وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته. كلمات مؤلمة قالها الفنان حسن حسني عن ابنته التي رحلت منذ عدة سنوات. قال الفنان الراحل: عاوز أشوفك يا بنتي. كانت تلك كلمات الفنان الكبير الراحل حسن حسني حينما تذكر ابنته رشا التي رحلت عن دنيانا عام 2013 بعد صراع مع المرض أثناء تكريمه الأخير بنقابة المهن التمثيلية. توفيت رشا ابنة الفنان الكبير حسن حسني بعدما أصابها مرض السرطان، وهي التي ظلت تعاني منه لأشهر طوال. لم يتمكن الفرق الطبية من علاجها منه، حتى اضطر والدها بإرسال تقريرها الصحي إلى أحد المستشفيات الكبرى في ألمانيا. لم تسعفه تلك التقارير التي أرسلها، وجاءه الرد منها بأن حالتها الصحية متأخرة ولن يتمكن المستشفى من تحقيق أي إنجاز يذكر لعلاجها لحالتها الحرجة، وأخبروه بأنه لا جدوى من العلاج. لم يأتي التقرير مبكرا لوالدها، لكنه جاء في الموعد الذي توفيت فيه، ويشاء الله ألا يرسل التقرير قبل وفاتها حتى لا يتأذى أقاربها من سماعه. وتوفيت بذات اليوم الذي وصل فيه التقرير لمستشفى الشروق بالمهندسين، الأمر الذي صدم والدها بشدة. خلال تلك الفترة مر الفنان بحالة نفسية سيئة لم تسبق من قبل وحدثت له خلال حياته، حتى بات أكثر انطوائية، وحينها كان يصور لقطات مسلسل مزاج الخير مع الفنان مصطفى شعبان بصعوبة، كما كان يحضر وقت التصوير ثم يذهب مسرعا لابنته. وبحسب ما ذكره فريق عمل المسلسل حينها، في إحدى المرات قدم إلى مكان العمل في حالة نفسية سيئة تماما، وعندما سألوه أخبرهم بأن ابنته في حالة سيئة جدا. وخلال وداعه لابنته لم يتمكن حسني من السير حتى ظهر في الصور التي التقط له حينها. استعانته بعض الأشخاص بجانبه حتى يستطيع تكملة سير وتوديع ابنته الوداعي الأخير. أصيب حينها بحالة من الصراخ والبكاء الهستيري. أقيمت جنازة ابنته في مسجد مصطفى محمود، ولم يشارك فيها سوى عدد قليل من الفنانين، وتم دفنها بمقابر الأسرة بطريق الفيوم. جدير بالذكر أن الفنان حسن حسني ولد في 15 أكتوبر 1931 لأب مقاول، وخلال عمره الطويل الذي لم يكن خاليا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، والتي بدأ في حي الحلمية الجديدة. أول صور من خلال تشييع جنازة الفنان حسن حسني وانهيار زوجته وابنته. انهارت من البكاء كل من الزوجة والابن للفنان حسن حسني أثناء تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق الفيوم الصحراوي. حرس عدد قليل من الفنانين ومنهم سعد الصغير ومنير مكرم، فلا يوجد عزاء للفنان حسن حسني بسبب الظروف التي تمر بها البلاد. قدم الفنان حسن حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية. من أبرز الأفلام التي قدمها سواء الأتوبيس واللمبي والمساطيل وسارق الفرح وعبود على الحدود. تم تكريم الفنان حسن حسني خلال الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي. كان للفنان حسن حسني أمنيات كثيرة في الحياة، خاصة في مجال العمل، والتي تحدث عن بعضها من قبل. فخلال تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي منذ عامين
وحصوله على جائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله السينمائية. أعرب حسن حسني وقتها في عام 2018 عن سعادته البالغة بهذه الجائزة لأنه كان يتمنى تكريمه قبل وفاته، ثم بقى قائلا: أنا سعيد قوي وفرحان قوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش، والله بكلمكم بجد عشان أفرح بالتكريم ده وأنا وسطيكم لسه، فشكرا أنا سعيد بيكوا قوي، ألف شكرا. أيضا خلال فعاليات ندوته بالمهرجان كشف حسن حسني عن الفيلم الوحيد الذي تمنى العمل فيه ونجح في ذلك، ألا وهو سارق الفرح لداود عبد السيد، قائلا: عرضت علي أن أشارك فيه حتى ولو من دون أجر، وحصلت على 5 جوائز بسبب شخصية ركبة التي جسدتها في الفيلم. جدير بالذكر أن آخر عمل شارك فيه الفنان الراحل حسن حسني كان مسلسل سلطنة المعز مع الفنانة غادة عبد الرازق، من قبلها مسلسل أبو جبل مع الفنان مصطفى شعبان الذي عرض في رمضان عام 2018. شارك أيضا في موسم عيد الأضحى السينمائي الماضي بفيلم خيال مآتة من بطولة أحمد حلمي ومنى شلبي. انتشرت الكثير من الأقاويل عن وفاة الفنان حسن حسني بكورونا. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاة الفنان حسن حسني بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. نفت مصادر مقربة من الفنان حسن حسني هذه الشائعة، مؤكدين أنه أصيب بأزمة قلبية مفاجئة بعد إجراءه عملية قسطرة. تعرض الفنان حسن حسني لشائعات الوفاة كثيرة دون توقف، وتكررت تلك الأخبار وتزيد نسبة حدوثها مع الممثلين ذو عمر متقدم. لذا كانت السنوات الأخيرة من حياة الفنان الراحل عن عالمنا منذ ساعات حسن حسني مغناطيسيا يجذب الأخبار المغلوطة حول وفاته، وهو ما أزعج حسني قبل أشهر من الرحيل كاشفا التأثير النفسي لهذه النوعية من الشائعات. قال الفنان الذي رحل عن عالمنا اليوم في مداخلة هاتفية: هذه رابع مرة تحدث معي، وكأن هؤلاء ينتظرون موتي، وأنا أعلم لا أعلم ماذا يريدون مني، وحينما يأتي الأجل سأرحل دون قول باي باي لأحد. استكمل متسائلا بالعامية: مستعجلين ليه؟ وعن سماع أولادي مثل هذه الشائعات: لما سمعوا الشائعات جايين جري على البيت الساعة 1 فجرا وشكلهم يصعب عليك. مازح الفنان الراحل الإعلامي وائل الإبراشي خلال حديثه قائلا: خايف لما موت محدش يسأل عليا بسبب الشائعات، كل شوية يموتوني والمسألة أصبحت محروقة بالنسبة للناس، ولن أصعب على الناس وسيقولون بيموت كل شوية. اختتم كلماته: كنت بستقبل الشائعة مبتهجا، لكن آخر شائعة نفسيتي تعبت والأسرة اضطربت والتليفون لم يتوقف عن الرن، الله يسامحهم. جدير بالذكر أن الفنان ولد في حي القلعة لأب مقاول، توفيت والدته وهو في سن 6 من العمر، وتلقى تعليمه في المدرسة الرضوانية الابتدائية. قدم ما يقرب من 490 عمل فني بين مسرح والتلفزيون والسينما، لذا أصبح أحد الفنانين أكثر تمثيلا في تاريخ السينما المصرية. هو شخصية مؤثرة في شارع المعز وفي حياة أشقائها. الفنان حسن حسني قدم العديد من الأدوار البارزة، رحمة الله عليه.